بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، موعدنا اليوم مع تمارين داعمة. نبدأ على بركة الله. أولا، عين المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى فيما يلي. وصف الشعراء الصحراء إلا بعضهم. كل الكائنات تتأثر لقلة الماء إلا الجمل. ما التقيت بالطلاب إلا خالدا. ما قرأت إلا كتابا. إذا نستخرج المستثنى منه أداة الاستثناء والمستثنى. نمر إلى السؤال الثاني. ثانيا، سطر تحت التمييز في الجمل التالية وبين نوعه. عندي رطل عدسا، اشتريت مترا قماشا، بعت قنطارا شعيرا، أحمد أكثر إخوانه ذكاء، العيد أكثر الأيام بهجة. إذا نسطر تحت التمييز ثم نبين نوعه. ثالثا، صل كل جملة بنوع الحال المتضمنة فيها. وقف الخطيب فوق المنبر، رجع أبي من السفر متعبا، شاهدت زينب تعدو، تدخل أحمد في النقاش وهو مطمئن، أعجبني السمك في الحوض. إذن لدينا الحال جملة فعلية، الحال شبه جملة جار ومجرور، الحال جملة اسمية، الحال مفردة، الحال شبه جملة ظرف والمضاف إليه. إذن نصل كل جملة بنوع الحال. نمر إلى السؤال الرابع. رابعا، حول الجملة حسب الضمائر التالية: تجلسان في بيتكما وتتخاطبان وأنتما متباعدان. أنتم ثم أنتن. خامسا، صغ اسم الفاعل والمفعول من الأفعال التالية. لدينا الأفعال: وقف، أفلح، انتشر، دفع، رسم، استيقظ، أخرج، تسامح، نظم، لعب، سأل. إذا نستخرج اسم الفاعل واسم المفعول. نمر إلى السؤال السادس. أعرب، أكلت التفاحات إلا واحدة. أكلت التفاحات إلا واحدة. عاد المسافر مسرورا. عاد المسافر مسرورا. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.